أهلا بكم. في عام 2020 ظهر موقع غريب واللي اتصدر فيه محركات بحث جوجل لعشاق فصل الشتاء بس، والموقع ده عن تجربة، ولو انت بتحب فصل الشتاء انصحك انك تدخل على الموقع ده. هتفتح جوجل تكتب ريني مود او تخش على اللينك اللي موجود في الوصف اسفل الفيديو، بعد كده بتضغط على rainymode.com. هيظهر لك الموقع زي ما انت شايف بالشكل ده كده. الموقع ده وظيفته بس انه بيصدر اصوات الشتاء في الخارج، والصوت باعلى جوده وجوده ممتازه جدا. الموقع ده ينفع لو انت مثلا بتذاكر او عايز تنام او بتحب تسترخي على فصل صوت المطر في فصل الشتاء. طيب تعالوا بينا نستكشف الموقع ده. موقع ريني مود، تضغط على شعار بلاي هنا، على طول بتسمع صوت المطر. تقدر تتحكم من صوت المطر عن طريق خفض الصوت او رفع الصوت زي ما انت سامع هنا. تقدر كمان تحمله من على تطبيق الاندرويد او الاي او اس ايفون، لكن تقدر تتحكم في الصوت من على التطبيقات لو انت بتفضل مثلا صوت المطر بيكون اعلى من صوت الرعد، او الاضاءات او الخلفية كمان متصممة بشكل انيق جدا في التطبيق. غير طبعا انك تفتح على الكمبيوتر بتلاقي صورة ثابتة بالشكل ده كده، لكن بتسمع صوت المطر وبصراحة بتكون مستمتع جدا. Rain sound for sleep or study، صوت المطر للنوم او الدراسة. وبصراحة الموقع جميل جدا وانا حبيت اتكلم عنه لانه تصدر جامد في محركات البحث، واكتر من مليون شخص استخدم الموقع ده. كده انا شرح انتهى. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتزور الموقع، اللينك موجود اسفل الفيديو. اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.